مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مع الامين. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة اغاني المهرجانات واللي للاسف انتشرت كتير جدا في الفترة الاخيرة، وكمان للاسف كتير منها بيحتوي على كلمات والفاظ بذيئة واصبحت بتساعد على فساد الذوق العام، واكيد هيكون لها مردود سلبي على الجيل الجديد. وحول هذا الموضوع يسعدني ويشرفني ان يكون معنا النهاردة الاستاذة ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومحاكم الجنايات ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. ويسعدني ويشرفني استاذ اسام الدين حسن، المحامي بالنقد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورين برنامج مع الامين ومشرفينا. في شكرا. البدايه كده استاذه ولاء، كنت حابب كده يعني ايه تكلمينا عن تاريخ الاغاني او هي المهرجانات اللي هي الظاهره الموجوده في الساحه المصريه الان. احنا طبعا عندنا جمهورية مصر العربية، الدولة اللي هي منبع الفنون والغناء الأصيل والطرب الأصيل والكلمات اللي ليها معنى وليها طعم وليها لون، وكل الناس بتحب تيجي مصر علشان مطربينها زي أم كلثوم وعبد الحليم والأغاني الهادفة والأغاني النبيلة، الناس اللي غنوا للثورات والحروب وكانوا بيقفوا مع الدولة وكانوا بيدعموا الدولة ويدخلوا الدخل بتاع حفلاتهم للدولة. طبعا احنا كل دوت فقدناه في الاونه الاخيره، اصبح الامر تجاري بحت، اصبح الامر مش بس ان احنا بنشوف معنى الكلمه او الهدف من الاغنيه، لا احنا بنشوف ان الهدف الاساسي والرئيسي هو الربح بغض النظر عن المعنى الحقيقي للكلمات، او ان يبقى في هدف اللي هو الفن والرقي والذوق العام بشكل انه يحسن الذوق العام. ولكن احنا بنلاقي لا، في افساد للذوق العام، في ان الاطفال بداوا يقلدوا مطربي المهرجانات في طريقه استعراضهم للاغاني. هم مش مطربين، خلي بالك، يعني هم اساسا كطرب مش مطربين، هم ناس بتؤدي اغنيه حامله لكلمات احيانا تحث على الارهاب الغير مباشر، تحث على الجريمه، تحث على افساد الذوق العام، تحث على المخدرات. لما نلاقي بعض الاغاني تحمل في طياتها فكره ان انا حد ممكن يلجا للمخدرات عشان حبيبته سابته او غدرت بيه او بعدت عنه، يبقى انت هنا عايز توصل رساله شكلها ايه؟ وانت ده مش بس المطرب، ده انت ده المؤلف والمنتج البروديوسر والمؤدي اللي هو المفترض اللي بيغني الاغنيه. انت عارفه برضه زولاء، برضه الحاجه اللي تحزن يعني الاغاني دي بتتغنى في استاد القاهره. ما هي دي، ده الشيء المحزن، ولكن نقدر نقول ان فكره استاد القاهره واللي حصل فيه بعد وجود مطربين زي وائل جسار ونانسي عجرم وغيرهم من المطربين، وايضا ممكن يبقى في اداء شعبي واغنيه شعبيه زي احمد عدويه وزي حكيم وزي المطربين اللي احنا بنحبهم، لان هم مش بيختشوا الحياه، ولكن هم بيغنوا بطريقتهم، طريقه الحاره الشعبيه، المكان الشعبي. مش كل الناس ساكني في اماكن ارستقراطيه او طبقه ارستقراطيه، ولكن هنا المطرب بيغني للكافه وكلنا حبيناها على فكره. كل الطبقات حبت احمد عدويه وكل الطبقات حبت حكيم. ليه؟ لان هم ناس فعلا بيقدروا الفن، بيغنوا بطريقتهم الجميله، مطربين وصوتهم جميل وما فيش خدش الحياء العام، بيحافظوا على البنت الصغيره اللي بتتفرج والولد والاسره المصريه بيسمعوهم، ما فيش اي مشكله. ولكن لما نيجي نلاقي حفله مؤخرا حصلت في استاد القاهره اللي هو بيغني فيه العظماء، في عموما في الفوز، في الاحتفالات العامه، الاحتفالات المحليه والدوليه، كل ده نلاقي ان حصل تغيير، إن اصبح هناك مطرب وبيغني اغنيه فيها مخدرات وفيها خمور وحشيش. ده معناه ايه؟ ده معناه ان لابد من قرار حازم، وهو ده اللي حصل بالفعل من نقيب المهن الموسيقيه الاستاذ هاني شاكر. عمل ايه؟ عمل ان هو اصدر قرار بمنع ظهورهم، بمنع ان هم يغنوا في الملاهي الليليه والحفلات واقامه المهرجانات. ليه؟ لان هم فعلا بيخالفوا القانون رقم 8 لسنه 2003، اللي هو القانون اللي بينظم فكره الاغاني اللي بتحمل اسفاف او بتحث على افساد الذوق العام، لان دي ماده صريحه موجوده في نقابه بتنظم يعني طريقه الغناء في نقابه المهن الموسيقيه، وبتقول الماده دي ان في عقوبه حبس وغرامه. تمام.
للي بيحمل فيه محتوى أغاني كلمات فيها إفساد للذوق العام وإسفاف وحاجات خادشة للحياة. تمام، خلينا برضو نروح لأستاذ وسام وحضرتك من وجهة نظر حضرتك أستاذ وسام بالنسبة للأغاني بتاعت المهرجانات، من وجهة نظر كده عايزك يعني تكلمنا بالقانون. والله يا فندم، هو أي هدف لأي مطرب أو أي فنان المفروض أنه هو بيقدم منتج، سواء المنتج ده صوتي أو مرئي، أن يكون المنتج ده يحمل بين طياته عبارات ليست خادشة للأداب العامة ولا للحياء. لأن المفترض وإن العمل السينمائي المعروض سواء صوتي أو مرئي هو بيدخل كل بيت عن طريق التلفزيون والفضائيات، وبالتالي يجب أن يتم تفعيل الرقابة مشددا على أي مؤدي، لأن أنا ما أقدرش أطلق على دول مطربين أو غنائي يعني بالمعنى المفهوم. وطبعا احنا ده رايي الشخصي، وسئل في ذلك المتخصصين على راسهم الموسيقار الكبير حلمي بكر، واستضافهم في برنامج كبير وتحدث معهم، وهو وصفهم انه يعتبر مطربين المهرجانات دول مش مطرب بالمعنى المفهوم او مغني، هي حاله، وصفهم انها حاله. وتعجب من الالفاظ العجيبه، لان هو بيبقى عباره عن ارتجال، تحس سيادتك ان محمود بيه انه مجرد كلام ارتجال، حدوتة لواحد بيعاني من حالة نفسية، يعني كأنه في حالة من الهذيان، بيدعو للتحريض. يعني الأغاني الأخيرة اللي أنا سمعتها في المهرجانات شيء مزري بالمعنى، بكل ما تحمل اللغة العربية هو بعيد. هو للأسف بقت دلوقتي اللغة بتاعت اللي هي الأغاني ديت بقت الأطفال الصغار غلط بتغنيها، يعني ده للأسف الشديد يا فندم، وبياخدوهم قدوة وفاكرين إن هو ده الصح، وإن إحنا كده يعتقد الناس اللي بتأدي المهرجانات دي إن هم كده بيقلدوا الغرب ودول أوروبا وأمريكا في أغاني الراب والتكنو. وقال لك إحنا عملنا ميكس ما بين الراب والتكنو. أنا ما عنديش مشكلة في 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 في, في, في اللحن الموسيقي، انا عندي مشكله في الالفاظ. ازاي الالفاظ دي تخش بيوتنا واولادنا يشوفوها واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا؟ ازاي يا فندم يبقى الفاظ تدعو للتحريض على الفسق والبغاء والفجور والمخدرات وحمل الاسلحه؟ شيء عجيب جدا، تحريض على العنف بين وواضح وممنهج، وكان الغرض من ذلك هو القضاء على الذوق العام. بالظبط، هو في ظاهره موجوده، هو اسفاف موجوده استاذ وسام بالنسبه للي موجود حاليا دلوقتي في الاغاني وفي الامور اللي احنا فيها ديت. فاحنا بالنسبه لنا الكلمه برضه اللي تحب انت توجهها للمشاهدين، ايه بالنسبه ليهم، ايه من رب اسره او رب منزل، ايه الواجب عليهم اللي يعملوه للاطفال ديت اللي هم يطلعوا؟ طبعا يجب على كل ولي امر وكل المتولين الرقابه على اولادهم واطفالهم ان هو دايما يكون بيحسهم ويوعظهم بالنصح والارشاد، ويتابع الاولاد بيخشوا على مواقع ايه، سواء يوتيوب، لان الناس دي انتشرت اصلا يا فندم بسبب اليوتيوب. بالضبط. مش بسبب الفضائيات والتلفزيون. هو ده السبب الرئيسي، لان ما فيش رقابه، شبه ما فيش رقابه على الانترنت ومواقع اليوتيوب. فالنهارده سيادتك لما تلاقي طفل قاصر او قاصره حدث صغير بيتفرج على اغاني عمال يقول له خمور وحشيش واشيل مطوه ومش عارف ايه، اغز ايه، وكلام عجيب جدا. ازاي الكلام ده؟ احنا في دوله سياده القانون، احنا في دوله هي فيها مشيخه الازهر، احنا في دوله فيها القيم والمبادئ والاخلاق. سيادتك ده انا لا انسى واقعه شهيره حصلت في الخمسينات في حكومه مصطفى باشا النحاس ايام الملك. ده في اغنيه بتقول عورني عورك، واغزه يعني بمطوه. كلام مش ممكن، يعني تحريض واضح وصريح على ارتكاب الجرائم وحمل اسلحه بيضاء، شيء مش ممكن. ايه الحكمه، ايه الهدف من هذا الكلام غير افساد الذوق العام؟ وان نخلي الشباب ولذلك زادت الجريمه سيادتك من الناحيه الجنائيه البحته، محاكم الجنايات والجنح اصبحت يعني مكتظه بقضايا وكلها من احداث وقصر تصل لجنايات قتل وشروع في قتل. فاقول لسيادتك مصطفى باشا النحاس المطرب العالمي الكبير فريد الأطرش لما اتعمل له اغنيه يا عوازل فلفله، ما قال لي وقلت له. تتخيل سيادتك ان مصطفى باشا النحاس اصدر قرار بحظر الاغنيه وحصل فيها نقاش وصولات وجولات. ليه؟ لانه قال ان الغرض من كلمه يا عوازل فلفله ان دي تعتبر دعوه للمكايده. دعوه للمكايده. اذا احنا بنتكلم عن مبادئ القيم والاخلاق،
الساميه الجميله اللي جمهوريه مصر العربيه والمصريين طول عمرنا بنتسم بيها، مش بالفاظ بذيئه والفاظ مبتذله ودعوه وتحريض واضح وصريح على الجريمه وعلى حمل اسلحه وتعاطي مخدرات وخمور، وكان ده الطريق الصحيح والطريق السليم. طبعا يا فندم هو الهدف الرئيسي هو كسب المال السريع. تمام. للناس دي كلها. نروح بس الاستاذه ولاء كده، بالنسبه للانتشار اغاني اللي هي بتاعت المهرجانات، استاذه ولاء في وجهه نظرك ايه اللي هي اللي انتشرت ازاي بالسرعه ديت؟ هو وايه اثرها على المجتمع برضه؟ هي المشكله في ان كله ما بقاش فيه رقابه، يعني الانترنت ما فيش عليه رقابه، اليوتيوب ما فيش عليه رقابه، فاصبح الفيديو مجرد ما بينزل ويحصل له مشاركات بيعدي بقى المشاهدات ل 50 مليون و100 مليون و200، كل ده بيحصل بيدر دخل اللي هو بيأدي الاغنيه، بيجي له دخل عن طريق الفيزا. اصبح الموضوع موضوع مشاهده، نسبه مشاهده مش اكتر على اليوتيوب. بدا الانتشار يبقى اكبر واوسع من ان مجرد المطرب يروح حفله. هو هنا الامر اختلف، هنا انا ممكن من بيتي اعمل فيديو وانزله على اليوتيوب ويعمل نسبه مشاهده واخد فلوس واربح اموال طائله. ليه؟ لان هو هنا ما فيش رقابه. انما احنا من هنا من البرنامج المتميز بتاع حضرتك بنقول ان لازم يبقى فيه رقابة أيضا على الإنترنت، الأمر ما يبقاش مطلق إن أي حد يطلع يقول كلام فيه خدش للحياة أو تحريض على الفسق والفجور أو مثلا يحرض على التعرض للغير. يبقى دي كل إذا كان دي أصلا جرائم، دي جرائم، والجرائم على فكرة مش شرط إن أنا أنزل الشارع وارتكب جريمة، لا، إحنا عندنا جرائم بالإشارة، عندنا جرائم بالإيحاءات، عندنا جرائم بالتعرض للغير، عندنا السب والقصف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا جرائم التحال الشخصية عن طريق يعني كل ده في التواصل الاجتماعي. يبقى أنا هنا ممكن أوجه رسالة لجميع المواطنين إن من حق أي مواطن يلجأ بعمل بلاغ لنيابة الآداب العامة إذا ما وجد أي ألفاظ خادشة للحياء أو تحرض على الفسق والفجور في أي أغنية، بيحملها على سي دي ويروح لنيابة الآداب العامة ويقدم بلاغ لمنع ظهور هذه الأغنية وأيضا معاقبة المؤلف والمنتج والملحن، كل اللي شارك في الجريمة واللي وافق عليها مع العلم ان هم فعلا عارفين انها جريمة. يبقى انت مش ممكن طالع تتكلم على مخدرات وتقول او تدفع بعدم علمك ان هي جريمة. هنا القانون بيحمي المواطنين، هنا القانون بيحمي فكرة الذوق العام، وده لا يتعارض مع بند الحريات في الدستور. يعني احنا عندنا في الدستور نصوص صريحة على الحريات، كل شخص حر ولكن في حدود انه لا يضر غيره. يبقى انا ما ينفعش اقول انا حر واطلع واغني حاجات تحرض على الجريمة او معايا اسلحة او بحرض على المخدرات بشكل صريح، او حتى في مطرب يطلع يستعرض حتى امواله اللي حصل عليها من برامج اليوتيوب والبرامج التواصل الاجتماعي ويقول ان انا بقدم فن، او يقول ان انا الاسطوره، او يقول ان انا نمبر 1، او ان انا الوحيد الاوحد، ان انا اللي عملت ده وصنعت ده. الامر مش كده. يبقى احنا الاسطوره ده الجندي اللي واقف يحمي البلد على الحدود، الاسطوره دوت الشهداء، هم دول الاسطوره. الاسطوره هو اللي من يصنع عمل عظيم، عمل نفخر به جميعا، ولكن ما اقدرش اقول ان اغنيه تتحدث عن المخدرات او تتحدث عن ارتكاب الجرائم انها اسطوره، او ان ده نمبر 1، او ان ده شيء عمل مبهر. المفروض ان احنا نستعرض الاموال ونستعرض السلاسل والناس اللي بتتصور باجسامهم العريانه، كل دي امور معناها ايه؟ يعني معناها ان انت بتقول للطفل اللي لسه طالع سيبك بقى من الدكتوراه والماجستير وسيبك من التعليم وسيبك من الكلام ده، الكلام ده مش هياكل عيش، انت اللي هياكل عيش ان انت تعمل زيي وتغني زيي وتربح زيي. في مكالمه تليفونيه، استاذه رضا من الجيزه. مساء النور يا استاذه رضا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا باشا. اهلا وسهلا استاذه رضا. الله يخليك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله. حابب تشارك بيه يا استاذ رضا؟ الله يخليك. انا كنت بس عايز اتكلم على الجماعه اللي هم بيغنوا كلام هالس ده، اسمه ريكي دي، ولا اللي هم مطلعينه جديد ده بتاع الاغاني القديمه الجديده دي اللي مطلعينها دي،
ومحمد رمضان ده اللي قلع مالته وعامل لي بلطجي ومخلي الشباب تعمل زيه، اللي ماسك السكينه واللي ماسك المطوه. يعني كده الكلام ده ما ينفعش خالص، الافلام اللي هي الهبطه اللي بيعملوها دي. فكرتك وصلت يا استاذ رضا، وبنشكرك كتير. واستاذ وسام هيرد على حضرتك. الله يا استاذ رضا. في معانا سلمى على المكالمه. ايوه استاذ سلمى. استاذه سلوى. الو. اي يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عايز اتكلم بالاستاذه لو سمحتي. كنت بتكلم دلوقتي. ماشي اتفضلي. معاكي استاذ ولاء. انا معاها بصراحه في اللي هي بتقوله. اهلا وسهلا بيكي. انا معاها بصراحه في اللي هي بتقوله بصراحه. ايوه. وبعدين دلوقتي في اطفال، وفي اطفال صغيره بقت بتعرف تفتح التليفونات وبتتفرج. ما ينفعش كل الاطفال دلوقتي بقت فاهمه وعارفه كل حاجه. ايوه فعلا فعلا، ولازم نديهم قدوه ليهم، قدوه يحتذى بها، مش ان انا اعرض لهم مطرب ان هو يقول اغاني فيها اسفاف. فطبيعي فين القدوه اللي هو هيقلده في كل حاجه؟ هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وجود قدوه في المجتمع. تمام. شكرا استاذ سلوى. وبنرجع برضو للاستاذ وسام. يعني انت حضرتك برضو شايف اراء المشاهدين دلوقتي، عايزين برضو احنا ايه بالنسبه لينا بنتكلم على الاغاني اللي موجوده الهابطه الواصلين ليها حاليا دلوقتي. تمام وسام. هو يا فندم محمود بيه امين، القصه باختصار ان زي ما التربيه والتعليم منذ نعومه اصفارنا ومن الاجيال اللي قبلنا ومن السلف ومن جد الجد، زي ما بنقول ان التربيه والتعليم هي رساله، الفن رساله، ورساله قويه جدا ومؤثره جدا، لانه السهل الممتنع. سيادتك حتى لو احكمت تربيه وتعليم اولادك، لكني لا استطيع ان اتحكم فيهم 24 ساعه ما يدخلوش على الانترنت او يفتحوا التلفزيون في غيابي. فالنهارده لازم نفعل ادوار المؤسسات الرقابيه على هؤلاء الذين يدعون انهم مطربين واصحاب فن. فين الرساله في دعوه للبلطجه؟ فين الرساله في دعوه لتعاطي المخدرات والخمور والحشيش والكلام العجيب اللي بنسمعه ده؟ عمر ما وصل في مصر، وسمعنا ياما مطربين شعبيين من ايام ما كان التلفزيون ابيض واسود وقبل انتشار الفضائيات، وسمعنا وما شفناش الكلام ده. شفنا احمد عدويه وقال اغاني جميله زي الساحه الدحنبوه، وهي اغنيه يعني هي بسيطه جدا للمواطن العادي البسيط، ولكن لا تحمل بين الفاظها اي شيء في مساس او في اسفاف او في دعوه للبلطجه او التحريض على العنف او الفسق او دعاره الفجور. معانا مداخله تليفونيه. شعبان من السودان، اهلا وسهلا. استاذ شعبان. الو السلام عليكم. مساء الخير يا استاذ شعبان. معاك عباس عبدو. عباس عبدو. اهلا وسهلا استاذ عباد عبدو. المداخله بتاعتك. الموضوع بتاعكم ده فعلا شداني خالص، وحتى عملت المداخله دي. تمام. فالشباب ده امبارح انا شفت مقطع في البي بي سي. والله بصراحه يعني ده منتهى السفاله بتاعت الاغاني السافله زي دي. دي ما اغاني الواحد يقدمها للمجتمع عشان الناس تاخد عبره، انه زي ديل انا لو كنت المسؤول حوقفهم. ممنوع يغني ذاته، كان ممنوع يغني في 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 مساحه عامه او في 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 جهاز تابع للاذاعه والتلفزيون. حصل بالفعل بقرار المنع. شكرا. في معانا برضو مداخله تليفونيه. ام محمد. مساء الخير ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك معاكم؟ أيوة يا فندم اتفضلي. الحاجة حسام من السويس. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا مع الأخت الفاضلة اللي قدامك دي. أستاذة ولاء. يعني إحنا عندنا أولاد في البيت صغيرة. ما يصحش الأغاني الهابطة اللي إحنا بنسمعها. تمام. وأطفالنا بتسمع وبتقلد، فين القيم؟ فين الأخلاق؟ الرسالة وصلت يا أم محمد، وبنشكرك على المداخلة. بنشكرك على المداخلة التليفونية أستاذة ولاء. يعني إحنا حابين بقى نتكلم بقى إيه بالقانون بقى في الحالة اللي إحنا فيها. إحنا طبعًا مع قرار منع ظهور مطربي المهرجانات، أو يقنن وضعهم في النقابة. بمعنى إن متى ظهرت أغنية تحمل معاني لا تخدش الحياء،
او لا تحرض على الجريمه او لا تحرض على الفسق والفجور، سواء بالاغنيه بالكلمه بالاشاره بالايحاء، كل ده خلاص اعرضها للناس. هي الناس مش عايزه تتبسط اكيد، عايزين المجتمع يبقى فيه تفاؤل وفرحه، وأغاني تتغنى في الافراح واعياد الميلاد، ولكن اغاني عاديه، اغاني حلوه، اغاني مفرحه، ولكن لا تحث على الجريمه او تحمل اغاني بذيئه او كلمات بذيئه. فانا قانونيا هو طبعا من حقه ان هو يمنعهم، حتى على الاقل تقنين اوضاعهم، وان اي اغنيه تعرض على النقابه في الاول قبل ظهورها، سواء بقى ظهورها على المفروض على اليوتيوب او في وجودهم في الملاهي الليليه او في حفله او في مؤتمر، اي مكان بيغنوا فيه، يبقى هنا لازم يبقى فيه رقابه المهن الموسيقيه، وايضا شرطه السياحه بتتعاون مع نقابه المهن الموسيقيه. فكل ده احنا بنتكلم فيه، والاداب العامه، كل ده منظومه لازم كلهم يساعدوا بعض عليها. وايضا دور الاعلام، ما هو انا برضو ما اجيش الاقي بعض البرامج او بعض القنوات عايزه تظهر الناس دي ودايما بتتكلم عنهم وتشهرهم وتديهم حجم كبير، لان الاعلام مؤثر جدا في المجتمع المصري، هو المناره بتاع المجتمع كله. فهنا برضو بخاطب الاعلام، يا جماعه انتوا اللي كبرتوا الناس دي، انتوا اللي بتظهروهم. يعني شوف لو هتيجي عند اخر المطربين اللي هو تم منعهم، هتلاقيهم شوف ظهر في كام برنامج وهو عامل اغنيه عن مثلا الحشيش والمخدرات وهكذا. يبقى انت كدور مؤسسه الاعلام لازم ان هي تدعم الناس الحقيقيه، الفن الحقيقي. عندك دار الاوبرا المصريه مليانه مطربين وناس نفسها فرصه، نفسها يتعمل لها لحن واحد بس وتطلع وتظهر، او تظهر في برنامج حتى تؤدي الموهبه بتاعتها. يبقى انا ما اجيش ادعم الناس ديت علشان هم حققوا نسب مشاهده عاليه، ونسبه المشاهده العاليه لا تعني النجاح، او لا تعني ان ده موضوع يعني هادف. لا، ممكن الواحد بيشوف لمجرد ان الناس بتتكلم، يعني ماشي في الشارع الناس بتتكلم، انت سمعت الاغنيه الفلانيه كذا كذا، ايه ده، طب لما اخش اشوفها واسمعها، يبقى ده مش معناه ان هو نجح، ده معناه ان في ناس عايزه تتفرج، عايزه تفهم الموضوع ماشي ازاي. ولكن قانونا كل اي الفاظ فيها خدش الحياء دي تعتبر جنحه، وتقع تحت طائله قانون العقوبات. والجنحه احنا هنا عندنا عقوبات تصل لثلاث سنين. هو الوقت بيدهمنا يا استاذ ولاء، والكلام شيق معاك للغايه. عايز برضو كلمه اخيره كده الاستاذ وسام، يعني في نهايه البرنامج بتاعنا، الحاجه اللي انت حابب تقولها ايه؟ والله يا فندم، انا حابب اقول ان قانون العقوبات المصري ما اخفلش الموضوع ده، وناصص في الماده 269 اللي المجلس الاعلى للقوات المسلحه بعد ثوره يناير العظيمه اصدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2011، بإضافة نص المادة 269 مقرر من قانون العقوبات المصري، و 306 مقرر من قانون العقوبات المصري بشأن جرائم التعرض للشخص سواء ذكرا أو أنثى بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. تمام. ووصل عقوبتها وشدد العقوبة وغلظها لتصل للحبس الحد الأدنى 3 شهور ويصل لثلاث سنين يا فندم، زائد التعويض والغرامه الماليه. وفي اكتر من اتصالات جايه في الكنترول، يعني في ناس كتير عايزه تدخلوا معانا، بس الوقت بيدهمنا، فباذن الله هتبقوا موجودين معانا في اكتر من حلقه. فاحنا في نهايه البرنامج بتاعنا بنشكر استاذه ولاء المحاميه بالاستئناف العالي ومحاكم الجنايات ومجلس الدوله، وبنشكر استاذ وسام الدين حسن المحامي بالنقد، نورتونا في برنامج مع الامين. واعزائي المشاهدين، بكده انتهت حلقتنا، واستنونا الجمعه الجايه في نفس الميعاد وبرنامج مع الامين.